متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المباشر من مدينة مراكش، يعني أكيد بعد المشاكل العديدة التي يعيشها قطاع كراء السيارات، اليوم كان نستضيف الأستاذ عبد الحليم اللي هو صاحب وكالة لكراء السيارات وكذلك رئيس جمعية حصن مراكش، غادي يوضح لنا يعني الخلفية اللي على طريقها تسرقت 17 سيارة من مدينة الدار البيضاء وكذلك سيارات أخرى من مدينة مراكش. يعني هذه معضلة لكي يعيشها القطاع في المغرب ككل. مرحبا بك معنا السي عبد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تشكر جريدتكم جريدة الحدث 24 على هذه الاستضافة. كيف ما تتعرفوا أن قطاع كراء السيارات تعاني في صمت، اللي تنقولوا تعاني في صمت لأن كيف ما تتعرفوا أنه عانى كثير الكثير قبل كورونا وبعد كورونا حاليا، يعني وليس بالحالي، يعني هذا شيء معروف ولكن دابا كثر كاع بزاف، وهو سرقة السيارات. كما تتعرفوا أن احنا كوكالة كراء السيارات تيجي عندنا أي زبون تنعمروا له البيرمي ديالو، لا كارت ناسيونال ديالو، ولا الباسبور ديالو، تنعطيو السيارة اللي هي الملك ديال هذيك الشركة اللي تنشريوها احنا بالأقساط، ولا تنشريوها يعني كاش، ولا على حسب التعامل ديالنا تنعطيوها لهذاك الزبون. كاينين جوج نقاط، كاينين النقطة الأولى وهو تأمين. تأمين كما تتعرفوا أنه هاد التأمين اللي ولا ما تيتماشاش، ما بقاش كاع بزاف غلا، وما بقى عنده حتى شي اهميه بالنسبه لقطاع كراء السيارات، يعني ما فيه حتى شي تعويضات لا من ناحيه الحوادث لا من ناحيه يعني السرقه لا من ناحيه بزاف ديال الحوايج. هذه من نقطه. النقطه التاليه وهي سرقه السياره. حنا كوكاله كراء السيارات اي 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 صاحب وكاله، يعني عادي اي واحد جا عنده واحد زبون، يا من المغرب يا خارج المغرب يا اي بلاد، تيعمر لي كونطرا، ما عندناش شي. كيفاش غنعرفوا هذوك الاوراق وصحيحه ولا ماشي صحيحه؟ ثاني حاجه ما نقدروش، ما عندناش كيفاش نعرفوا هذاك السيد واش داوي صوابق، واش مبحوث عليه، واش عنده مشاكل، واش بزاف ديال الحوايج. المشكل اللي تنوقعوا فيه وهو انه تتسرق هذه السياره. هذه السياره ملي تتسرق يعني ما يمكنش غادي دير واحد الشكايه ديالك الا ما سالت العقد ديال السياره. اول حاجه واحد 48 ساعه عاد تدير الشكايه ديالك لدى وكيل الملك، جلاله وكيل الملك. ملي تدير هاد الشكايه ديالك عاد تتحول للضابطه القضائيه، عاد تتبدا لا ريشيرش ديال هذيك السياره. ما علينا، عندنا واحد الموضوع اللي يعني كيف ما تنقولوا قاصح بزاف، يعني باش غادي تسرق الواحد غير سياره وحده من وكاله، راه بحال قلتي واحد 70 50 حتى 70% ديال الضرر تتأذى بها هذيك الوكاله. وكيف يعقل ان وكاله تسرق منها 17 سياره؟ وكاله وحده سرقت مدينه الدار البيضاء، سرقت من شخص واحد ولا كيفاش؟ هذا اللي سرق، انا غادي نجيكم في حكايه. هذا اللي سرق يعني حتى هذا صاحب الوكاله بدون كلام ولا هذا صاحب الوكاله قديم في لوكاسيون، تعرف هذا وهذا، ماشي شي واحد جديد ما عارفش. هذاك الشيء اللي تعامل به باش يكري هاد السياره قانوني، جا عند واحد السيد طلب منه باش ياخذ من عنده ثلاث سيارات للشركه ديالو، قال لي مرحبا، تفاهموا على الثمن، قادوا كل شيء، قادوا واحد العقد يعني نموذجي ديال الكراء المدى الطويل. ما علينا، السيد بدا تياخذ سياره بسياره، وكيف ما تتعرفوا انه تيخلص، والغريب في الامر انه تيخلص يعني ديفيرمون ديال لا سوسيتي ديالو، يعني كاين الشركه كاين كل شيء، يعني ما عندك حتى شي شكوك، ما تقدر حتى شي ادنى باش تشك فيه. بدا تيخلص عادي ما كاينش مشكل، وصلوا 17 سياره، السيد تيخلص ما عنده حتى شي اشكال. وصلت واحد الوقيته ديال شهر 12 كما تتعرفوا، كان المطارات مسدودين وهذا الازمه على كل شيء، على اصحاب وكاله كراء السيارات خاصه وعاد الناس عامه.
يعني تزير هو قال لي راني مزير شويه وهذا الاخر صبر عليه لانه تا هو داير مع واحد لو مارشي خدام معاه تياكل يعني معاه هو هذا خدام معاه واكل مع خبيز ما عندوش مشكل صبر عليه واحد شويه حتى شهر واحد عيط له قال لي يا شريف راه تعطل على الخلاص لا خاصني لو بيمون راه صبعت السياره راه عندي انا لي تريت ديالي عندي مشاكل ديالي عندي لي زاسيرونس عندي كلشي المهم ما علينا قال لي واخا صبر عليا صبر عليا صبر عليا واحد اليوم تطفى التليفون طفى التليفون السيد جاتو غريبه كيفاش طفى التليفون هذا السيد تيعيط لي النهار الاول الثاني الثالث ما التليفون طفي بدا تيعيط للشركه الشركه تلقى التليفون ما كاينش هز سيارتهم مدينه الدار البيضاء تاج المدينه طنجه وصل تما شاف المقر اللي تلقى معاه فيه السيد لقى بيه هو كان ماجرو هذيك الوقيته ما كاين لا مقر لا حتى شي حاجه سول على الشركه لقاها غارقه عندها مشاكل سول على الشخص لقى داوي صوابق ما علينا يعني عرف راسو بانه طاح في واحد الفخ ديال سرقه ديال السيارات نتاعو 17 سياره شحال تقريبا يعني الثمن ديال كل وحده تقريبا كل وحده تنهضروا على واحد من 20 مليون حتى ل 40 مليون يعني تنهضروا واحد 350 مليون وباقي لحد الان تيتخلصوا لها الاقساط ديالها يعني راه لا حنين لا حتى شي واحد تخلصوهم لان الا ما خلصوهمش غيشدوك حتى تديوك للحبس انت اللي تستثمر ودير واحد الشركه ديالك اون ريغل تتمشي حتى للحبس لانك ما خلصتيش الاقساط ديالك هذا راه غريب هادشي ما علينا سيد دار شكايه ديالو في مدينه طنجه دار شكايه ديالو مدينه الدار البيضاء يعني هاد السيارات كلهم تحطوا لهم لي ماتريكيل ديالهم نيميرو الشاسي يعني تعلمت في المغرب كامل ان هذه السيارات راه ما حد سرقه حتى لهنا احنا غاديين مسطره قانونيه ما علينا تعتقل السيد اللي سارق تعتقل لقاو عنده شلا مشاكل شلا يعني بزاف ديال المشاكل الشيكات نصب على عباد الله طاطط يعني بزاف ديال الحوايج ما علينا هذيك شدو تما المهم ما علينا هذاك شي بوحدو جينا واحد السياره طلع فيها جي بي اس في النواحي ديال مدينه الصويره اتجهنا فور يعني احنا حكم القرب يعني لمدينه الصويره اتجهت مدينه مراكش يعني الاخوان وهذاك الشيء من بين الاهداف يعني انا تنعاود لك بحال الحكايه هادشي باش يعني تشوف هادو بالاهداف ديال الجمعيه بين الاهداف ديال الجمعيه وبحث وانت تعاونوا مع ليلوور وتتعاونوا حتى مع الناس اللي تيكريو راه ماشي غير ليلوور بوحدهم حتى الناس اللي عندهم مشاكل مع شي لوور ولا هذا راه تندخلوا الحمد لله وتي الاكثريه تيكونوا بنجاح الحمد لله لان اللي تنعرفوها راه تنقولها حتى الا اقتضى الحال ما كاينش يعني الحل راه تيتجه للقضاء مشينا لنواحي الصويره لقينا هاد السياره هاد السياره فاش غادي نلقاوها تصور الماتريكول ماشي هو الماتريكول اللي كان فيها استغربنا عرفنا بجي بي اس استغربنا عيطت للدرك الملكي انا اللي عيطت له عيطت للدرك الملكي علمتهم تاجو جاو تشكروا من هذا المنبر وعلى التعليمات ديالهم هذا ملي تاجو لقينا عند واحد المسؤول تما مسؤول سياسي في نواحي مدينه الصويره قال لك هو اللي شاريها المهم علينا المهم ملي جينا نقلبوا السياره نديروا خبره ديالها وعيطوا الخبير وهذا لقاو ايفيكتيفمون سياره من السيارات اللي مسروقين غير الغريب في الامر ان هذه السياره بدلها الماتريكيل بدلها نيميرو الشاسي بدلا البيسرينا بدلا كاع الملابح ديالها يعني واش بقات هاد السياره غادي تصلح لهذا السيد اللي عنده الوكاله يعني راه كاع الملامح تبدلوا تحجزات تصادرات بقات دابا راه مشدوده في المحجز ديال مدينه الدار البيضاء لان الشكايه كاينه في مدينه الدار البيضاء عن الشرطه القضائيه اللي تنشكرهم من هذا المنبر تنشكرهم على الجهد ديالهم اللي تيخدموا عليه المهم بقات هذيك راه باقا دابا في محض محاكم باش يقدر يسترجع ولا استرجع خاص ومازال ما هي وما لونها ونزيد واحد الكلمه باقي الاقساط تيخلص فيهم وما عنده السياره واحد اليوم تواصل مع واحد السيد سيفيل عادي قال لي راه واحد السياره بانت ليا في واحد المدينه ما نذكروش المدينه اللي تلقات فيها قال لي راه تلقات في واحد المدينه راه شدوا بها شي حاجه تيديروا ممنوعات صاحب الوكاله اتجه لهذيك المدينه عند الدرك الملكي
لقى ايفيكتيفون شخص ولا شخص؟ لا اشخاص هما راه 17 سياره. لا هذا اللي مشى هلا نفس صاحب الوكاله الضحية. نفس الضحيه مسكين دابا هو نسى ولادو نسى عائلته نسى كل شيء ولا متجه لهاد السيارات باش يلقاهم تيديروا هذا المجهود باش يلقاهم. يعني تصور كل سياره فين تتلقاها كل سياره تتلقى واحد 500 700 كيلومتر تضربها وماشي تيبقى عندك الحكم تما والمحضر تما والمشاكل تما. يعني خصك تدوز واحد يومين ثلاث ايام عاد باش قد الاوراق ديالك باش تحولها للدار البيضاء. ما علينا. هاد السياره فاش وصل لهذاك المخفر قال لي ما راه عندكم واحد السيارات شدات وهذه المواصلات. قال لي ايه راه عندنا ايفيكتيفون راه عندنا ولكن هذه راه مشات للمحكمه. قال لي وشنو المعمول؟ قال لي راه دير طلب استرجاع محجوز كيما موالفين عنا ديما هذه طلب استرجاع محجوز. هذا دار طلب ديالو بالمحامي وكل شيء طلب استرجاع محجوز لان السياره ديجا محض سرقه وعندها شكايه ديالها ديال السرقه. واخا هي استغلوا هاد الناس مغيرين لها الملامح ديالها يعني مغيرين لها الماتريكول استغلوا في الممنوعات يعني ما عندها حتى شي علاقه. لان اول نقطه اللي غادي نتكلموا عليها هاد السيارات لان لا كارت غريز مكتوبه سياره بدون سائق صافادير ديال الوكاله ماشي ديال شي واحد بيرسونيل باش غادي تحجز. لقينا الغريب في الامر ان صدر الحكم البارح ان هاد السياره غتصادر للجمارك. واش يعقل ان السياره هي في موضع سرقه وموضع بحث ومن بعد فاش غادي تلقى تمشي للجمارك؟ يعني ما بقيناش دابا تنقلبوا على الشفاره ولا تنقلبوا باش نتبعوا الجمارك باش نديروا وطاله باسترجاع محجوز وشوف واش نقدروا ناخذوها من الجمارك ولا ما ناخذوهاش. هذا واللي طر الغضب ديالنا كقطع كراء السيارات وكاصحاب وكالات كراء السيارات بصفه عامه اننا ماشي المره الاولى ولا التاليه. لان كما تتعرفوا ان الناس كاع اللي تيديروا هادشي ديال الممنوعات ولا تيتجهوا لهادشي ديال قطع كراء السيارات. اسبق كان واحد المشكل هنا في مراكش عادي شي واحد اللي خدا شي دوزت الوقيله العديد كلهم اكثريه وما اكثرهم تتفاوض معكم شحال تتفاوض معنا بشحال غادي الا بغيتي طوموبيلتك اجي عطينا. وهادشي راه واقع حاليا في هاد السيارات راه مازال كاين. المهم كاينين شي حاجات اللي باقيين سريه ما غاديش نذكرهم. مي هادشي راه فيه تفاوض. راه الا جينا نحيدو من هاد 17 سياره راه كاينين سيارات اخرين اللي من مدينه مراكش. اخر واحد اللي كيف ما وريت الاخوان كيف ما وريتكم قبيله وريتك اربعه ديال لي كارت ناسيونال عنده وكلهم يعني في مهي الصوره وكل وحده عنوان وكل وحده اسم. باش غادي تعرف هاد السيد بانه نصاب؟ ما عندهاش شي وسائل باش نعرفه. اللي سرق هذا واحد 6 سيارات كل وحده مدينه تيجي تاجرها عادي وتيخلصك وكل شيء باش غنعرفوا؟ راه هذا من هذا المنبر تنطلبوا وزاره النقل باش تدخل في هذا الامر. يعني هذا راه نداء لوزير النقل باش يدخل وحنا يعني طالبينه باش يدخل في هذا القطاع كراء السيارات اللي هو تهمش كثير. كنت سبقتي وحكيتي لي واحد الحكايه اللي هي غريبه. يعني السرقه الطوموبيله تسرقت من مراكش تسرقت من كازا تسرقت من اي مدينه ولكن بقات في المغرب ودكت في المغرب واتبعت في المغرب. كنتي عاودتي لي القصه اللي هي اغرب ان واحد السياره من النوع اللي في الفاخر مشات لاوروبا. هذه راه لقاوها في هولندا. الناس يعني شافوها في هولندا ماتريكي ديال المغرب وكل شيء خرجت لبرا هولندا. اكيد شي حاجات اللي تتشوفهم راه لا تستغرب خرجت من قدام الجمارك من قدام البوليس من قدام كل شيء ودخلت ماتريكي البرانيه. دخلت ماتريكي البرانيه وبدات تتبع لولا الجي بي اس هو اللي فضح. راه كاين شي حاجات اللي اخويا اللي تيوقعوا راه الغرابه. هذا القطاع اللي هو خصو التهيكل اولا خصو اعاده الهيكله لان فيه كثير من الحاجات اللي ما كاينش اللي تنصف. يعني بحال هاد السيارات اللي تيمشيو راه ما كاينش اللي تيردها لك وما كاينش اللي يرحمك. حتى كيف من ناحيه القانون كاين ما كتبقى السرقه تتولي خيانة الأمانة. هل يعقل واحد يخول لك سيارة ويبيعها ويغير لها الملامح ديالها هو في الأصل جايب لك بعدا أكار ناسيونال مزورة؟ هذه راه ما بقاتش خيانة الأمانة، هذه راه تكوين عصابة إجرامية لأنه باعها وهذاك اللي باعها ليه دار ليها بدل الشاصي راه خاصها تكون جنائي. كاين الآخر اللي قادلها يعني راه كاين اكزاكتومون تعدد الأفراد فهمتي تعدد. يعني ما بقيناش في خيانة الأمانة. خيانة الأمانة اللي تنعرفوا وهو جيت خديت من عندك واحد القار
الضرب، خديت من عندك واحد السلاف، ولا خديت من عندك واحد الامانه وخنتها. مي انا راه خديت لك سياره ومشيت خونتها لك باوراق مزوره وديتها وبعتها، وهذاك اللي بعتها ليه غير لها الملامع ديالها وباعها، وراه خدام السياره وغاده وتتبع وتتبع. راه هنا راه تكوين عصابه اجراميه، راه خاصنا نحاربوا هذا الشيء، لان يجي واحد الوقت راه غادي يبدا تقدر المغرب كله غادي يبقى غادي الطوموبيلات هذا الشيء كلشي مسروق. اشنو هو الحل اللي كتشوفوا يعني كجمعيه وصيه على القطاع؟ حنا الحل اللي تنطلبوا كيما يعني اللي تشكر من هذا المنبر السيد ولي الامن سي الحموشي اللي استضاف الفيدراليه ديالنا يعني وعطانا يعني توصيات على قطاع كراء السيارات. تنطلبوا باش يكون عندنا شي حاجه اللي بوانتيو فيها هذاك معاونه حتى للشرطه يعني وحتى الدوله يعني نتعاونوا معاهم، يكون عندنا شي حاجه اللي نبوانتيو فيها نعرفوا هذا الشخص واش مبحوث عليه، واش عنده مشاكل، واش داوي صوابق، لان مزيان لينا حنا انا اليوم مرتاحين، وتالي حاجه مزيانه حتى للدوله كاع الناس اللي مبحوث عليهم لانهم هما اللي ولاو تيستغلوا السيارات ديال الكراء. كيف ما معطيه لي زوتيل، انت تشوف لي زوتيل تلقى شي مبحوث عليه في شي اوتيل ما تيخاف يمشي للاوتيل، تيمشي يعني تيمشي بلايص اخرين. ولكن دابا ملي تشوف ان ما كاينش فين غادي نبواتيو حنا، راه تيستغل هاد النقطه في قطاع كراء السيارات وتيجي يكري السياره وتيستعمل بها الاعمال الارهابيه، اعمال يعني اجراميه، كلشي كلشي، اي حاجه تخطر لك على البال تتوقع، من تهريب المخدرات، من كلشي، من اي حاجه، من السرقه يعني يعني باش نحدو هاد الجريمة نقدروا نحدوها بالبوانتاج. بحال هكا يجي عندي شي واحد مشكوك في امره، حنا ما غاديش نقولوا كلشي غادي بوانتي يعني مشكوك في امره، تتصيفطو هاد السيد واش عنده صوابق ولا لا. ملي تيكون عنده صوابق راه ممكن حنا بجي بي اس نجيبو نوريو المكان فين كاين، ملي ما تيكونش عنده صوابق راه هو راه الحمد لله راه حنا غادي نشوفوا المشاكل التامينيه ونشوفوا المشاكل ديال لي زاكسيدون ومشاكل اخرى. مي هذا مشاكل ديال السرقه اللي حنا ما تتعوضوش فيها وما تترجعش لنا السياره، يا اما تتصادر الجمارك، يا اما كاينين الناس اللي مسروقين لهم السيارات وتشدات السياره وما عندوش العلم ديالها وما فراسوش حتى تدوز كما تتعرفوا الفتره ديالها ديال عام ونهار وتتصادر تتباع تتبع يعني في المزاد العلني وصافي هو مشى هاد لي سيارة. شحال من وكالات كراء السيارات الا ما نقدر نقول لك واحد 70% ديال وكالات كراء السيارات ما كاينش اللي ما مسروقاش لي سيارته من النهار بدا، ما كاينش اللي ما مسروقاش لي شي سياره، ما كاينش يعني اقل يعني ما كاينش اللي ما تسرقات له السيارات الخفيفه الخفيفه هذاك الشيء باين لانه ولا الترافيك في هذا الشيء ولا ساهل كما تيترافيكيو هما لاكارت ناسيونال والبيرمي تيترافيكيو حتى الكارت كريز. انا راه مؤخرا يعني لقينا واحد مبدل يعني السياره داير لها كارت كريز اخرى، داير لها كارت كريز اخرى ماتريكول ماشي ديال مدينه مراكش وباعها، ولمن باعها باع السماسره ديال السيارات اللي تتعرفوا ان السماسره اللي تتعرفوهم تيكونوا فاهمين وعارفين وتبعت لهم حتى مشينا وقفنا عليها حتى هي بجي بي اس، لان ما بقيناش نديروا جي بي اس واحد ولينا تنديروا حتى 10 جي بي اسات، لان ولاو تيحيدوا وكل شيء ولاو تيحيدوا ولو حافظين البلايص ديالو ولو تحيدو. حنا ولينا راه كاين السياره اللي فيها 10 دابا ديال الجي بي اس، كاين اللي فيها وصل الموتور، كاين اللي فيها في بلافون، كاين كل حدا فين تيدار، كاين الفروج، كاين اللي تيدار كل حدا فين تنديرو صافي، لان ما بقاش الثقه، ولينا خايفين، ولينا خايفين بزاف، ولا مرهبنا هذا الشيء ديال السرقات. وحتى اخر مطاف اننا درنا واحد الهاشتاج اننا ما تنعرفوش ما نكريوش ليه، وحنا ما بغيناش نحرموا حتى شي واحد، لان كاينين الناس اللي تيبغيو يستعمل هذه السياره يعني النقل يعني عائلته عنده واحد عنده شي حاجه ظروف مناسبه ما نحرموش، ولكن راه كما تيقولوا حوته تتخن الشواري، كيف ما قطع كراء السيارات حوته تتخن الشواري حتى الناس اللي تيكريو تما حوته تتخن الشواري، يعني تيوليو عندنا مشاكل كثيره تنوحلوا فيها. كلمه اخيره تنتمنى باش وزير النقل وخاصه وزير النقل لانه المشرع المغربي عرف شنو كاين هذه المشاكل اللي كاينه، وخاصه وزير النقل اللي دخل هذا القطاع، لان هذا القطاع راه تهمش بزاف، لان كما تعرفوا انه ما كاينش اللي دافع عليه الا وزارته، يعني تنتمنوا باش يكون واحد الحلول جذريه في هذا الشيء، يكون يعني نعرفوا هاد السيارات ديالنا فين غاديين، حتى في حالة السرقة تكون كما تتعرفوا أن التأمين عندهم واحد المحامين كفء الحمد لله يقدروا تسرق السيارة يعوضوا صاحب السيارة، ولكن يجيب لي واحد المحضر ولا يجيب لي ويكون إيفيكتيفون مسروقة للسيارة، وصاحب التأمين يمشي يجيبوا السيارة، لأن
هاد التأمين اللي تنخلصوه بسبب الفلوس راه ما لايق حتى شي حاجة، ما لايق لا في السرقة وفرضين عليك هما في السرقة، يعني فرضين عليك السرقة أنك خاصك يكون عندك تأمين ديال السرقة وهما تيقول لك فول دو كونفيونس، راه لا يعقل. كيفاش أنايا الطونوبيل راه تنكريها، راه ماشي تنحطها في باب الدار ولا تنحطها في باب المحل، راه تنكريها. صراحة تنتمناو يكون شي تدخل فوري وجذري إن شاء الله في هذا الموضوع ديال سرقة السيارات. شكرا.